مساء الخير. بعد أيام من اختيارها لمدينة سرت مقراً مؤقتاً لها، كشفت حكومة فتح بشاغة المكلفة من البرلمان عن مقترحها لمشروع ميزانية 2022، ميزانية جاءت بقيمة 494 مليار دينار، سيذهب أكثر من ثلثيها لبندي المرتبات والدعم، فيما سيتم توزيع ما تبقى على باقي الأبواب الأربعة التي أوردها المشروع الذي سيناقشه النواب في جلستهم المقبلة تمهيداً لإقراره بشكل رسمي. ضخامة الأرقام الواردة في الميزانية لم تشكل أي مفاجأة، فالحكومة الجديدة وكما يبدو اختارت الطريق الذي سلكته سابقاتها التي استمرت في استنزاف عوائد النفط ومورد البلاد الوحيد. من ناحية أخرى، أثار مقترح المشروع العديد من التساؤلات والشكوك حول مدى واقعيته ومقدرته على تسييل تلك الأموال في ظل عجز البرلمان عن تمكين الحكومة من تسلم مقارها في العاصمة طرابلس، وتحالف رئيس المصرف المركزي صديق الكبير مع رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيب الذي يرفض جملة وتفصيلا الإقرار بوجود حكومة بشاغة المنافسة. موازنة حكومة بشاغة على خطى سابقاتها، إذن هذا هو عنوان الحلقة الرئيسي لهذا اليوم. دعونا نتابع التقرير ومن ثم نفتح باب النقاش مع ضيوفنا من طرابلس، الدكتور محسن دريج المهتم بالشأن الاقتصادي، وينضم إلينا أيضا من طرابلس الدكتور مسعود السلامي أستاذ العلاقات الدولية، وبعد قليل ينضم إلينا الأستاذ خليفة الدغاري عضو لجنة المالية في مجلس النواب. نتابع هذا التقرير ومن ثم نفتتح النقاش. منعطف جديد تلج فيه أزمة الانقسام السياسي والمؤسساتي بالتزامن مع إعلان حكومة فتح بشاغة المكلفة من البرلمان عن مقترحها لمشروع ميزانية 2022 وإعرابها على أملها في تعاون محافظ مصرف ليبيا المركزي صديق الكبير في تسييل المليارات المقترحة بعد إقرار مجلس النواب للميزانية. هذه الـ 94 مليار يعني جاءت في أربع أبواب وليست خمسة أبواب، وهذا مهم جدا حيث أنه لا يوجد باب خامس ولا يوجد باب طوارئ، لا يوجد باب فساد ولا يوجد باب لا يسيطر عليه ولا يوجد باب لا تتوفر فيه مبادئ عدالة. إذن لدينا أربع أبواب. هذه القيمة تشمل، وهذه نقطة مهمة، تشمل ما يمكن إنفاقه في سنة مالية متكاملة، ليست ستة أشهر كما يردد البعض، لا، نتكلم عن سنة مالية متكاملة صرف منها ما صرف وتبقى منها ما تبقى. بهذه الكلمات دافع نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب خالد الأسطى عن المشروع وأبوابه الأربعة، مؤكدا استعداد الحكومة للتعاون والتنسيق مع جميع الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي لمعالجة أي مشاكل وعقبات قد تطرأ أثناء تنفيذ الميزانية العامة، والتزامها بالتعامل بشفافية فيما يتصل بمسألة نشر تقارير المتابعة لتنفيذ الميزانية بشكل دوري. الحكومة التي بدت واثقة من إقرار البرلمان لمشروعها أوضحت أن الموازنة جاءت لتحقيق عدة أهداف يأتي في مقدمتها وضع القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب حيز التنفيذ والتركيز على حل مشاكل المواطنين المتصلة بالحصول على الخدمات العامة وترشيد الإنفاق العام من خلال توحيد إجراءات الصرف وتوجيه الإيرادات العامة، إضافة لدعم وتأهيل الجهات المنوط بها تحقيق الاستقرار الأمني، وكذلك تأهيل قطاع الكهرباء وقطاع النفط باعتباره المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة، إلى جانب الاهتمام بدعم الجانب الخدمي ودعم الشباب، عدا عن عزم الحكومة أيضا على تطوير مصادر الإيرادات وضمان تنوعها عبر مجموعة من الإجراءات والضوابط، وكذلك تشجيع جباية الإيرادات المحلية في البلديات. ورغم نبرة الثقة التي وسمت أحاديث مسؤولي الحكومة ومؤيديها، فإن المتابعين للشأن العام رأوا أن اعتماد البرلمان لموازنة الحكومة سيكون مع إيقاف التنفيذ، كونها لم تنل الاعتراف الدولي بعد ولا تسيطر على المؤسسات الحيوية في البلاد يتقدمها المصرف المركزي، كما أنها لم تتمكن حتى اللحظة
من دخول طرابلس بسبب إصرار حكومة الوحدة الوطنية على عدم تسليم مهامها إلا لسلطة منتخبة. بالنقاش والتحليل نبدأ هذه الحلقة مع الأستاذ خليفة الدغاري، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب. مرحبا بك أستاذ خليفة، شكرا لوجودك معنا. هل بالفعل بدأت اللجنة المالية في مجلس النواب نقاشاتها ومداولاتها حول الميزانية التي طرحها فتحي بشاغة؟ شكرا للاستضافة. أهلا وسهلا. الحقيقة إلى حد الآن لم يتم استدعانا من رئاسة اللجنة، ولم حسب علمي لم يصلها أي مقترح من الحكومة الليبية أو حتى من الحكومة السابقة بأي مقترح أو أي مشروع ميزانية لهذا العام. وبالتالي يعني أعتقد يعني إذا ممكن أحيلت إلى مجلس النواب مباشرة، وممكن يعني تقر مجلس النواب مباشرة بدون العودة إلى بدون مناقشتها أو بدون العودة إلى حتى الحكومة، بصفة الموضوع هذا يحال من قبل الحكومة من وزارة المالية، ولها آليات إعداد الميزانية، عندها آليات تشارك فيها كل القطاعات طبعا في الدولة، ومصرفي بالمركزي والأجهزة الرقابية سواء كان ديوان المحاسبة أو الرقابة الإدارية، ويعني تحتاج إلى وقت من النقاش حتى يعني بعد تحال لجنة المالية، ثم تحال بعد ذلك إلى مجلس النواب، وهذا الحقيقة لم يحصل حتى الآن. الرغم يعني من وجود ميزانيتين في الوقت الحالي، إن في ميزانية لها معدة من الحكومة الليبية، وميزانية أخرى اللي هي بداية العام الماضي قدمتها الحكومة اللي هي حكومة الوحدة الوطنية، حتى هي دينا مقترح ميزانية بحوالي 111 مليار، وترى أن 111 مليار هذه هي ميزانية العام الماضي، وتم الصرف منها بواقع 1/12 من هذه الميزانية. طيب الحقيقة لحد الآن أنا ما عنديش معلومات عن وصول، أو حتى توصلت اليوم الصبح مع لجنة المالية بالواتس، فما فيش أي معلومات عن وصول أي ميزانية للجنة المالية. أتعتقد أنه إذن هذه الخطوة تشوبها مشاكل قانونية اليوم أستاذ خليفة، خاصة وأنها لم تصلكم أي مقترحات لا من قبل حكومة دبيبة المنتهية ولايتها، ولا حتى من حكومة فتحي بشاغة؟ طبعا يعني هو للأسف الشديد إقرار القوانين يحتاج إلى أولا عرض هذه القوانين عن طريق اللجان المختصة ومناقشتها، تحتاج إلى مناقشتها مع القطاع المالية بشكل خاص ومصرفي المركزي الذي هو يمول هذه الميزانية. الظروف الحالية اللي هي تواجه هي حكومة الحكومة الليبية الآن هي حكومة مع وقف النفاذ، يعني لحد الآن هذه الحكومة يعني لم تستلم مهامها بشكل رسمي بحيث تكون حكومة حقيقية وتسيطر حتى على يعني مصادر المعلومات لديها في كافة الأبواب. وبالتالي يعني للأسف إلى حد الآن أن المجتمع الدولي ما زال يضع ثقله خلف خط الطريق، وما زال يحترف بحكومة الوحدة الوطنية، والمصرف المركزي زي ما جاء في التقرير هو أيضا سيكون مع حكومة الوحدة الوطنية، وبالتالي هذا ما كنا نخشاه، ونقع في عوائق جديدة وندخل في عملية ديون أخرى وإقراض بالمصارف بوصفة سندات الخزانة، وليبيا الآن تعاني من ديون كثيرة في السابق منذ القيام 17 فبراير أو من 2013 بشكل أحرى لحد الآن، يعني تصل إلى 337 أو حوالي 340 مليار ديون محلية وديون عامة، هذه كلها ديون محلية، وطفل إيرادات النفط الآن يعني سيرجع قاعد الشبح موجود الآن، فقدنا 120 مليار في 2013 في فترة الإغلاق، والآن مهدد أخرى بشكل جديد أن إيرادات النفط ستقفل من جديد، وبالتالي يعني ستدخل البلاد في أزمة من جديد سواء كان في غرب البلاد أو شرقها. وطبعا هذه نتيجة الإجراءات الرعنة اللي تم بدون دراسة والتي لا يراعى فيها المصلحة العليا للوطن، وبالتالي هي يعني البلاد أصبحت في بهذا الأمر واقعة في صراع سلطة، وهذه النتائج يعني النتائج تلعب تسعى للمواطن
وتجلب لنا تدخل خارجي بشكل سافر. التهديد قائم الآن من الدول المتنفذة على أن إرادة النفط لا يعبث بها، وقد يتدخلوا في أي وقت من الأوقات، وبالتالي هذه إجراءات تنقصها العقلانية. وللأسف يعني حتى مجلس النواب غير قادر أن يعمل شيء يعني. هذا واضح. شكرا جزيلا لك الأستاذ. شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذ خليفة الدغاري، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، على كل هذه المعلومات. أرحب بضيفي الآن العزيزين، الدكتور مسعود السلامي أستاذ العلاقات الدولية من طرابلس، وأيضا الدكتور محسن الدريج المهتم بالشأن الاقتصادي، انضموا إلينا عبر خدمة سكايب من طرابلس. أبدأ مع حضرتك دكتور مسعود السلامي، أبدأ من ما قاله لنا الأستاذ خليفة عضو اللجنة المالية بمجلس النواب، قال لم تصلنا أي مقترحات حتى هذه اللحظة للميزانية، ما هذا التخبط؟ هل الفوضى السياسية الموجودة في البلاد والانقسام القائم أثر حتى على الطرف الواحد فقط يوجد به فوضى اليوم؟ هي فوضى عارمة في كل شيء. على أي حال، في البداية يسرني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن أهنيك وأهني كل صحيح. متتبعي قناة 218 نيوز، وأيضا أهني الدكتور محسن دريجة أيضا بهذه المناسبة، ونسأل الله جميعا أن يعيد الله لوطني ووطنكم كامل عافيته وأمنه واستقراره. هذا أولا. الحقيقة الإجابة البسيطة، احنا استمعنا سويا لما قاله عضو مجلس النواب، يعني عضو مجلس النواب، وهو اللي يفترض أن يكون ربما يعني متعاطف أو منحاز مع يعني هذه الميزانية أو مع هذه الحكومة، لكن الأمر ما سمعناه غير ذلك. فأنا يعني هناك الحقيقة نوع من الارتباك، ونوع يعني هناك أشياء ربما تتم يعني تراعى فيها يعني مسائل سياسية محددة دون النظر لمصلحة الوطن. ولكن إذا سمحت لي أستاذ مبروك، ربما أريد أن أوسع دائرة الإجابة قليلا حتى نصل إلى نقطة ربما تحسم هذا الموقف. الحقيقة فيما يتعلق بالسيد رئيس حكومة الاستقرار الوطني الأستاذ فتحي بشاغة، هو كمترشح رئاسي الحقيقة يعني كان يملك كل التأييد، ولديه الحنكة والخبرة والإحساس الكبير بالمسؤولية، ويعني كان له كما يقال إن تمت الانتخابات حظوظ وافرة في أن ينال هذا المنصب، وهو يستحق ذلك، وآخرون أيضا يستحقون ذلك. يعني هذه نقطة. أنا ما زلت في حيرة، وكثير من الليبيين في حيرة يعني حول ظروف وملابسات يعني حكومة الاستقرار الوطني، ويعني بعض المسائل ربما تكون غير منظورة لنا نحن البسطاء، كيف كان ينظر لها الأستاذ فتحي بشاغة، وما هي المعطيات التي ستنجح هذه الحكومة، وكيف سيكون مستقبل هذه الحكومة. لكن يعني مجريات الأمور كما تتبعها حضرتك ويتتبعها الدكتور محسن، يعني جعلت هذه الحكومة مع الأسف، وإحنا كنا نتمنى ذلك، إنها أشبه بحكومة في الحكومة في المنفى، يعني لأن الطبيعي والحقيقي هو أن أي حكومة لابد أن تتولى أو تمارس مهامها من المكان الطبيعي وهو العاصمة طرابلس، وهذا موضوع آخر. ذلك يقودنا إلى هذه الميزانية. هذه الميزانية هي الحقيقة نوع آخر ربما، يعني لا أعلم، يعني عملية التفكير ستكون بكل تأكيد هي ميزانية مع وقف التنفيذ، كما يعني أتى في تقرير حضرتكم، ستكون ميزانية مع وقف التنفيذ لاعتبارات متعددة ربما أتى على ذكرها الأستاذ عضو مجلس النواب الدغاري، وأيضا هناك أسباب أخرى. فالحقيقة أولا أن هذه الحكومة ربما له أسباب ونحن لا نعلمها، ولكن نحن نحلل ظاهر الأمور. يعني بمعنى طيب دكتور مسعود اسمح لي، نحن توسعنا كثيرا في الإجابة كما قلت حضرتك. طيب خلينا نشرك الدكتور محسن دريجة المهتم بالشأن الاقتصادي من طرابلس أيضا.
دكتور مرحبا بك، نعتذر على التأخير. موازنة حكومة بشاغة هل هي بالفعل على خطى سابقاتها اليوم، أو كما وصفها اليوم الدكتور مسعود السلامي هي موازنة مع وقف التنفيذ؟ السلام عليكم جميعا، وكل عام وأنتم بخير، والمشاهدين الكرام بخير أيضا إن شاء الله. وأولا الميزانية من يعني فيها بندين يثيروا الاهتمام بشكل يعني يبدو كأن في زيادة في الإنفاق. الأول هو المرتبات، والثاني هو الدعم. لكن الدعم واضح سبب ارتفاع بند الدعم هو ارتفاع أسعار النفط حول العالم، وليبيا تستورد جزء كبير أو الجزء الأكبر من الوقود الذي يستخدم للسيارات والشاحنات والطائرات، وأيضا لتوليد الكهرباء في بعض المحطات. فهذا شيء طبيعي أن سيكون هناك زيادة في ميزانية الدعم خارجة عن إرادة الحكومة. الجانب الآخر هو الباب الأول، المرتبات. المرتبات حاليا في حدود 38 مليار، هناك إضافة، وأنا ما فهمته من المستندات المنشورة حول الميزانية أن هناك جدول مرتبات جديد يعده البرلمان، وأن هذا الرقم جاء وفقا لجدول المرتبات الجديد. لم نطلع على جدول المرتبات، والحقيقة الزيادة من 2020 كانت المرتبات في كل ليبيا 28 مليار، بنهاية 2020 وصلت 33 مليار، وبنهاية 2021 وصلت 38 مليار، والآن 41 مليار و700 مليون. ففي انتظار أن يتم نشر جدول المرتبات المقترح الجديد وآلية العمل، يصعب الحديث عن هذا الباب، باب المرتبات. نحن نعلم أن المرتبات يعني من جانب سياسي عندما يتم زيادة المرتبات يكون من الصعب تخفيضها، وكان الكثير من المهتمين بالشأن الاقتصادي والاقتصاديين يدعو إلى تخفيض سعر الصرف كوسيلة أخرى لزيادة القوة الشرائية وتخفيض الأسعار، خاصة أن هناك أسعار الآن في ازدياد حول العالم. في زيادة المرتبات هي لها أثر تضخمي أكثر من أن هي تساعد المواطن على مواجهة ظروف المعيشة اللي هي صعبة لأغلب الناس. لكن على العموم، قبل صدور جدول المرتبات وفهم الخطة التي ينوي البرلمان أن يعمل بها في المستقبل في جانب المرتبات اللي هو تقريبا 47% من كل الميزانية، 41.8 مليار، نعم، من 95 مليار، يعني أقل من النصف بقليل. هذا الجانبين اللي هم يبدو كأن فيهم تضخم. الجانبين الآخرين التسييرية والجانب الباب الثالث اللي هو التنمية، أنا أعتقد أنها هي واضحة. التنمية يذهب منها حوالي 9 مليار إلى الكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط، وهذه أشياء مفروغ منها، يعني خارج لابد منها، والباقي سيكون في نشاطات أخرى مثل إعادة الإعمار والقطاع الزراعي. طيب، مع قراءتك لكل هذه الأرقام دكتور محسن، حظوظ هذه الميزانية في أن ترى النور اليوم على الأرض؟ الميزانية إذا اعتمدها مجلس النواب ويعني أعتقد أنها ستكون قانونا ملزما. ستكون قانون ملزم. نعم. في حال اعتمادها. طيب، أعود من جديد إلى الدكتور مسعود السلامي من طرابلس أيضا. فيما قاله أيضا الدكتور محسن دريجة من أرقام وحظوظ هذه الميزانية في حال تمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب، يقودنا للسؤال التالي الآن. حكومة لم تستطع تسلم العاصمة، حكومة لم تستطع أن تتسلم مقارها، كيف ستؤمن 94 مليار دينار ليبي؟ هي كما ذكر الدكتور محسن، هي الحقيقة أولا يعني ميزانية ضخمة، يعني هي ربما سارت على نفس
نهج حكومة الدبيبة، ويعني ووضح أن في مقترح هذه الميزانية فيها شوائب كثيرة، وخاصة فيما يتعلق ببند المرتبات الذي وصل إلى تقريبا 42 مليار دولار، وهذا يؤدي إلى سلبيات اقتصادية ذكر بعضها الدكتور محسن، سلبيات اقتصادية كثيرة من بينها التضخم. لكن أعتقد أن يعني مقترح الميزانية ربما له أبعاد سياسية قبل أي شيء آخر، بمعنى أن حكومة السيد باشاغا يعني أرادت أن تنال يعني اعتماد هذه الميزانية، وبالتالي سيتم يعني وضع من الناحية القانونية كما ذكر الدكتور، ستصبح يعني على الأقل فيما يتعلق بالجانب المختص بمجلس النواب كسلطة شرعية على الأقل يعني تمثل واقع الحال، وبذلك سيكون الصراع أو الخلاف ما بين مجلس النواب الذي اعتمد هذه الميزانية والمصرف المركزي، وبذلك سندخل في معضلة يعني أخرى وخلافات أخرى. لكن من الناحية الواقعية، هل سيتم يعني تسهيل هذه الميزانية؟ أنا أعتقد لا. هل ستغير واقع الحال؟ أنا أعتقد أيضا لا، فستبقى ميزانية مع وقف التنفيذ، وسيبقى الحال الحقيقة هو نوع من المناكفات، والحقيقة يعني اتساع دائرة الخلاف، وربما تلجأ حكومة باشاغا إلى الاستدانة من البنوك، وهذا يدخلنا في أزمة أخرى شبيهة بأزمة حكومة الثني عندما أنفقت يعني عشرات المليارات يعني كلفت خزينة الدولة، لا أعرف كيف تم تسويتها، وأيضا مع وقف التنفيذ لأن المصرف الليبي المركزي هو موجود في طرابلس، وهو سيقول لك أن حكومة الدبيبة هي الحكومة الشرعية، ولذلك نحن ليس لدينا الحقيقة يعني الحق القانوني في أن يعني نسيل لها ميزانية. النقطة الأخرى أنه حتى في مجلس النواب بالحقيقة يعني في داخل مجلس النواب بغض النظر عن اعتماد هذه الميزانية من عند مجلس النواب أصبح محل الخلاف حول هذه الحكومة، فيعني ربما وأيضا ليس فقط مجلس النواب، حتى أخوتنا كثير من أخوتنا في المنطقة الشرقية أصبحوا سائموا هذا الواقع يعني، وأصبحوا يرون أن في هذه الحكومات كلها يعني عبء، ولذلك لم يعد هناك اهتمام ولم يعد هناك ملامة، وربما يفكرون الحقيقة في خيارات أخرى تقود إلى حكومة ثالثة أو كما يتمنون. تحت من ليبيا ما زالت حكومة ثالثة؟ يعني ربما هذا ما جنى على أنفسنا، يعني ربما حكومة ثالثة على الأقل تكون حكومة محايدة، ونحن لا نتمنى ذلك، ولكن نحن نتمنى انتخابات الحقيقة كما نقول دائما. ويعني أنا وصف لك حال بعض مناطقنا يعني طيب. حتى هم إذن المجلس النواب أيضا ربما بعض أعضائه محل خلاف، والمسألة يعني أصبحت يعني سأم يعني عام. أيضا أنت تعلم حضرتك أستاذ مبروك أن أي حكومة يعني لا تكون في العاصمة، فمعنى ذلك أن هي ستعجز عن تأدية خدمة يعني مسؤولياتها، وستعجز عن القيام بواجباتها، وخاصة في المنطقة الغربية هي يعني منطقة الثقل السكاني والحقيقة الاستراتيجي، ولذلك تبقى المسألة الحقيقة نحن في دوامة أخرى باختصار شديد. دوامة أخرى من الخلافات والاختلافات في جانبها السياسي وفي جانبها المالي وفي جانبها الميزانية، ويعلم الله بالحال. نعم دكتور محسن، لماذا مقترح الموازنة دائما ما يشهد استمرار في سياسة التوسع في الانفاق الحكومي كما تبعنا حتى في مقترح موازنة فتحي باشاغا؟ هو بداية في جوانب الميزانية خفضة الانفاق، يعني جوانب التسييرية 8 مليار فيه تخفيض 4 مليار على السنة الماضية، الميزانية الطوارئ اللي هي السنة الماضية كان 7 مليار السنة هذه صفر، هذا أيضا تخفيض، وأيضا في تخفيض في ميزانية التنمية اللي كانت 22 مليار والسنة هذه 22 أو 22 مليار، لا يحضرني الرقم تماما، ولكن السنة هذه 17 مليار، ففي تخفيض. الجوانب اللي هي فيها زيادة بعض منها اللي هو مفروض بواقع سعر الوقود الدولي اللي هي ميزانية الدعم، والبعض الآخر المرتبات هو جاء وفقا لقانون يتم
إعداده في مجلس النواب بجدول مرتبات جديد. وإحنا رأينا أن جدول أن البرلمان أجاز بعض الجداول في السابق لبعض الفئات مثل قطاع التعليم وقطاعات أخرى، ولم يكن هناك جدول مرتبات موحد، مما يعني بينما ساعد الموظفين في قطاع التعليم حصولهم على الزيادة، هناك قطاعات أخرى الآن تشتكي أن لم يتم زيادة المرتبات، وهذا الأمر يحتاج معالجة جذرية من ناحية. كيف يمكن الوصول إلى هذه المعالجة الجذرية؟ أولا ما هو كادر الدولة، يعني لا يمكن أن يكون كادر الدولة مفتوح غير محدد. يعني الآن المرتبات أصبحت تستخدم كأنها ضمان اجتماعي، ولا يوجد أيضا أمام المواطن فرص أخرى للعيش باستثناء الوظيفة العامة، وهذا خطأ هيكلي في الاقتصاد الليبي وخطأ في السياسات المتبعة على مر السنين. يعني ليست هذه السنة والسنة الماضية، هذا شيء من سنوات. كان فيه بعض الإصلاح في 2008 و2009، ولكن الآن عدنا مرة أخرى إلى أن كل الليبيين موظفين في الدولة، ولا يوجد نشاط اقتصادي يمكن أن يمنح الفرص للشباب والفتيات، وحتى اللي هم لديهم القدرة أنهم ينشوا أعمال خاصة بهم أو يزاولوا نشاط اقتصادي خاص. وهو شيء يعني لا يوجد دولة 80% من القوى العاملة تعمل في وظيفة حكومية في العالم باستثناء ليبيا. طيب دكتور مسعود السلامي، هل نتوقع من دبيبة طرح ميزانية له هذه الأيام؟ ميزانية لحكومته؟ دكتور مسعود؟ طيب دكتور مسعود ليس معنا، سنحاول الاتصال به مجددا وينضم للنقاش فيما يتعلق بالسؤال الذي طرحته عليه. أعود إلى حضرتك دكتور محسن، وزير المالية ونائب رئيس الحكومة حاول تجميل الصورة اليوم والترويج لموازنتهم المقترحة، لكن الموازنة بالفعل لم تبين الاستهلاك الحكومي، لم ترشد اليوم لنا الإنفاق الحكومي، ولجأت للاعتماد شبه الكلي كما سابقاتها على الموارد النفطية. إلى متى ستستمر الحكومات الليبية في هذا النهج لربما المدمر للأموال الليبية اليوم؟ هذا الأمر يعني تم تقديمه للجنة 45 أو الحوار السياسي من قبل المسار الاقتصادي، وطالب بأن تكون السياسة الاقتصادية والسياسة العامة للدولة تنتهج تنمية فرص العمل أمام القطاع الخاص. والسبب هو أن في نهاية الأمر ستصبح ليبيا دولة تبيع النفط من أجل أن تعطي مرتبات، ولن يكون هناك أي نشاط اقتصادي، وهذا مشكلة كبيرة لأن النفط ليس موجود إلى الأبد. حتى لو كان موجود 20 سنة قادمة، الشباب اليوم يعني لن يتقاعدوا إلى أن يصلوا إلى نفس المشكلة، هي عدم وجود موارد. فمهم جدا تطوير الاقتصاد وتنويعه. المشكلة أن الجميع لا يريد أن يتعامل مع الموضوع الشائك وهو تنمية القطاع الخاص. حتى وإن يتم الحديث عن تنمية القطاع الخاص، في الحقيقة السياسات المتبعة على مر السنين هي زيادة الاتكال على النفط، زيادة الاعتماد على النفط، وأصبحنا يعني بمجرد أن يغلق النفط تكون هناك أزمة اقتصادية في ليبيا، لأن قطاع الزراعة ليس لديه الإمكانيات وليس لديه القدرة. وأتمنى أن يكون هذا جانب آخر يتم الاهتمام به. الصيد البحري كذلك، الصناعات الصغرى كذلك، دعم الوقود وتهريب الوقود لا يزال مستمر. فلدينا مشاكل هيكلية، نحتاج إلى حكومة تركز على الجانب الاقتصادي. المشكلة أن عندما يتم رفع المرتبات لا تستطيع حكومة أن تأتي وتقول علينا أن نخفض المرتبات. عندما تصدر قرارات بتعيين موظفين لا يمكن أن نقول بأن علينا أن نتخلص من هؤلاء الموظفين. الحكومات تجد صعوبة في ذلك. هل تقصد أنه لربما دكتور محسن قرارات زيادة الرواتب في الفترات السابقة كانت غير صائبة للحكومة؟
أو غير مدروسة؟ هناك جدول مرتبات ينظر إلى الوضع الاقتصادي للبلاد، ظروف المواطن، ويسعى إلى تخفيض المرتبات العالية ورفع المرتبات المنخفضة. مثلا لما يكون شخص في الضمان الاجتماعي أو في قطاع التعليم أو الصحة مرتب 450 دينار، هذا المرتب غير كافي للمعيشة، غير كافي للأكل والشرب، ناهيك عن الأجار البيت، عن المواصلات، عن الملابس، عن العلاج وعن كل هذه. لا يمكن لإنسان أن يعيش بمرتب 450 دينار عندما يكون سعر الصرف الحقيقي يعني 5 دينار و5 قروش، لا مش ممكن. فالصحيح أنك أنت توجه الدعم للفئات المحتاجة. مثلا ناخذ علاوة كمثال، يعني علاوة الأبناء. علاوة الأبناء تعطى للشخص الفقير وهو يستحقها، وتعطى للشخص صاحب الملايين. لماذا تعطى للشخص اللي هو دخله يعني بمئات الألاف في السنة؟ لماذا نعطيه مساعدة لتربية أطفاله وهو قادر أن يربي حتى أطفال غيره؟ هذا خطأ. كان يجب أن هذه الأموال توجه نحو دعم المرتبات المنخفضة، الناس اللي هم على الضمان الاجتماعي ومرتبهم ضعيف. وهنا يظهر الخلل، أن فكرة أنك أنت توزع على الجميع بدون نظر، يعني شخص مرتبة 20,000 وشخص مرتبة ودخله من قطاع الخاص ومن عمله 100,000 في الشهر، وأيضا الدولة تقدم لهم مساعدة، هذا غير منطقي ولا يعمل به في أي دولة في العالم. يعني فكرة أنك أنت توزع أموال على أصحاب، على الناس الأثرياء، هذا شيء يعني عبث بصراحة. لا هم في حاجة لي، وبالمقابل هناك ناس آخرين في نوع من الفساد الإداري وإهدار المال العام. طيب ابقى معنا دكتور محسن دريجة. أعود إلى حضرتك دكتور مسعود السلامي بعد أن عودنا الاتصال بك. هنا أسألك، هل من الممكن أن يطرح الدبيبة اليوم ميزانية خاصة بحكومته؟ نعم، أنا رغم أنني لا أملك المعطيات الحقيقة، يعني وليس لي صلة بهذه المسائل لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، ولكن هي مجرد تخميلات. نعم، ربما يطرح ميزانية يراعي فيها بعض الضوابط التي خالفتها ميزانية حكومة الاستقرار الوطني، هذه الميزانية المؤقتة، وربما يراعي فيها أيضا بعض البنود التي تستوجب الحقيقة أن هي يعني يتم رفعها، وربما أيضا يعني بعض المسائل التي تحتاج دراسة، خاصة فيما يتعلق ببند المرتبات، يعني لأنه يعني الحقيقة بند عالي جدا، يعني قيمة عالية جدا، فهو ربما تكون لديه الفرصة المواتية بحيث أنه يصدر ميزانية تقديرية تكون مرشدة أكثر، وتكون الحقيقة مقبولة من الجميع، من الناحية المالية ومن الناحية الاقتصادية، وتضع الأمور ربما يعني في الاتجاه الصحيح، وإن كانت كخطوة أولى طبعا. نعم، ويقدمها لمجلس النواب. ربما يقدمها أيضا لمجلس النواب، سيقدمها لمجلس النواب بحكم الأمر الواقع، وهو بكل تأكيد يعني لن يمتنع تقديمها لمجلس النواب، ولكن معروف أن مجلس النواب لن يقر هذه الميزانية، لأن يعتبر حكومة دبيبة يعني منتهية الشرعية، أو يعني شرعيتها ومدتها انتهت، ولذلك لكن من الواجب أن يقدمها، وعندما لا يتم إقرار ميزانية من مجلس النواب سيتم الصرف وفق الطرق التي كانت عليها الميزانية الأولى، ويستمر الحال هكذا حتى أن تنضج الظروف ونتوصل إلى حلول لمثل هاتين الحكومتين المتوازيتين، وربما يعني يفرض علينا المجتمع الدولي أو يفرض الليبيين بعد يعني بداية شهر 6 انتخابات برلمانية ورئاسية، وبرلمانية ثم رئاسية متتابعة، بحيث يحدث تحول ونبدأ الحقيقة
يعني في نسيان كل الماضي بحكوماته وبمشاكله وبفسادها. نعم دكتور محسن، برأي حضرتك لماذا استبعدت حكومة بشاغة بند باب الطوارئ؟ لأن كان في هناك الكثير من الاستياء من باب الطوارئ. باب الطوارئ أنشئ في خلال فترة الحرب على طرابلس 2019-2020، وأنشئ لأن كان هناك طوارئ، كان هناك مستجدات، مبالغ جديدة تصرف، ولكن استمر هذا الباب، استمر على أساس أن الصرف يكون واحد على 12، يعني أن تستمر الإنفاق بنفس الكفية اللي تم في العام السابق. وهناك استياء عام بأن بند الطوارئ، يعني الحكومة لابد توضح مصارفها، وإذا كان هناك طوارئ بإمكانها استحداث باب طوارئ خلال السنة، لكن لا يكون هناك باب طوارئ، لأن في حالات السلم وحالات العادية الحكومة يجب أن يكون لديها خطة عمل وتدرك ما هي احتياجاتها وما هي خطتها والموارد اللي تحتاج لها. فلهذا السبب كان هناك استياء عام من باب الطوارئ، وأنا أعتقد أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، أن التخلص من باب الطوارئ، تخفيض الميزانية التسييرية وتخفيض ميزانية الدعم لحكومة هدفها إجراء الانتخابات خلال سنة، هذا أمر منطقي. إنما الأمر اللي هو غير منطقي أن يكون هناك ميزانية ضخمة لحكومة هدفها إجراء الانتخابات. طيب السؤال الحقيقي، هل الحكومات الليبية اليوم، إن كانت حكومة دبيبة أو حكومة فتحي بشاغة، خطط عمل حقيقية للتعامل مع الميزانيات وكيفية صرفها؟ طبعا من الصعب الحكم على الخطة لأني لم أطلع عليها. طيب نعود إلى الوراء قليلا، طريقة عمل حكومة دبيبة. لا أعتقد أنها كانت موافقة وكانت لها خطة معينة للعمل، لأن كان هناك خطة وضعها المسار الاقتصادي للحكومة وجزء من الاتفاق السياسي، لكن لم يتم العمل به. طيب دكتور مسعود السلامي، البرلمان حدد جلسة لمناقشة الميزانية في وقت سابق، أليس من الأجدر بدل تحديد جلسة لمناقشة الميزانية تحديد جلسة لمناقشة عدم تسليم السلطة لحكومة فتحي بشاغة؟ له نعم، فيما يتعلق بجلسة يعني قرار الميزانية، كما ذكر عضو مجلس النواب الدغاري أن يعني هذه الميزانية لم تمر للجنة المالية التي هو عضو فيها ويرأسها أو شيء من هذا القبيل، لأن لجنة المالية بمجلس أو ما يعرف بمجلس النواب يعني هي المنوط بها من الناحية المالية دراسة الميزانية، يعني أو مدى جدواها يعني من الجوانب الاقتصادية المالية المتعددة، ولكن كما ذكر لنا هو يعني في خلال هذا اللقاء أنها لم تمرر ولم يطلع عليها هو ولم تستلمها لجنة المالية، وربما ستذهب مباشرة لمجلس النواب لإقرارها. أنا في المحصلة مجلس النواب سيقوم بإقرارها، لكن سيكون هناك خلافات، لأن حتى أعضاء من مجلس النواب الحقيقة أصبحوا ينظروا الأمور بمنظار آخر. الحقيقة ليس هو قرار ميزانية يعني فقط هكذا ووضع العصا في الدواليب بشكل مجاني، ويعني المساهمة في بعض النواب، أنا أقصد وليس كل النواب الحقيقة، يعني استمرار هذه الأزمة، فكلهم يريدون، ربما بعضهم يريد مخرج، ويرون أن مناقشة هذه الميزانية الحقيقة خطوة ربما يعني متسرعة، ويعني كان من الأجدى يعني أن هذه حكومة الاستقرار أو حكومة بشاغة تحاول أن تصل أو تتواصل مع حكومة دبيب ومع المعنيين بالأمر ليوصلوا لتوافق سياسي ينجم عنا توافق اقتصادي وتوافق مالي، ونرفع عن الليبيين الحقيقة عنا كل هذه المناكفات وعنا يعني مناقشة الميزانيات في مجلس النواب وغير مجلس النواب ناقش ميزانية هلبة، ويعني والحقيقة يعني لم يكن موفق لا في مناقشة ميزانيات ولا غير ميزانيات، وبالتالي الحقيقة يعني الموضوع معقد، ويعني لا يساهم الحقيقة في إيجاد حل مرضي للليبيين. وحتى وإن تم إقرار كما قلنا سابقا إقرار هذه الميزانية من قبل مجلس النواب، ربما سيتم تخفيضها
إلى ربما يعني بشكل أو بآخر لما يعادل 90 مليار، ربما هناك بعض التكهنات أو شيء من هذا القبيل، لأنها بهذا الحال هي نفس ميزانية الحكومة السابقة وميزانية متضخمة مع حكومة بشار المتضخم اللي هي حكومة من 40 وزير، يعني عدد وزرائها ويعني مقراتها ومصروفاتها وكذا ربما يفوق عدد وزراء الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي أكبر دولة، الدولة العظمى الأولى في العالم. والحقيقة لكن وإن كان ذلك فإن كما نعود للنقطة الأولى أن حتى إقرار هذه الميزانية وحتى إقرار هذه الحكومة لكن تبقى يعني مع وقف التنفيذ، لأن سيحدث هناك خلافات المصرف المركزي في طرابلس، والصديق الكبير بكل تأكيد يعني يقف مع حكومة دبيبة اللي هي حكومة الوحدة الوطنية اللي هي ما زالت حتى الآن تنال الشرعية الدولية ويعترف بها العالم، وما زال الحقيقة العالم يعترف بهذه الحكومة وغير مستعد أن هو يعني يؤيد حكومة بشاغة بشكل صريح. وساهم في ذلك الحقيقة هذه التجاذبات الإقليمية وحتى الصراعات الدولية، وأيضا حتى مشكلة أوكرانيا كما قلناها سابقا أستاذ مبروك هي أرخت بظلالها بشكل سلبي كبير على الأزمة الليبية، وأصبح المجتمع الدولي يعني يريد بقاء الحال على حاله، لا انتخابات، لا حكومة، لا حكومات أخرى، ولا محاربة للفساد ولا شيء من القبيل في المجتمع الدولي لاهي كما يقال أو مشغول بالأزمة الأوكرانية، ولم يتفرغ بعد لمعالجة الأزمة الليبية خاصة في ظل الصراع الحقيقة المحتدم، صراع كوني هو الحقيقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية وروسيا من ناحية وروسيا من ناحية أخرى. هذا كل الحقيقة جعل الأزمة الليبية في كل تفاصيلها، ميزانية أو غير ميزانية، حكومة أو غير حكومة، فساد أو غير فساد، يعني تبقى محلك سر، وربما سنبقى على هذا الحال حتى أن ينتهي المجتمع الدولي من مناقشة هذه الأزمة ثم يلتفت إلينا، وربما تتحرك البعثة الأممية عندها بأكثر جدية والمجتمع الدولي بأكثر جدية، وربما يفرض حلول يعني يعني ألف به هذه الحلول الصحيحة هو فرض إجراء انتخابات نيابية تتلوها انتخابات رئاسية، وبموجبها تزال هذه الميزانيات وتزال هذه واضح. الحكومات وينتهي هذا الفساد. قبل أن ننهي هذه الحلقة اسمح لي دكتور سأوجه نقطة أنت أثرتها قبل قليل إلى دكتور محسن دريجة. دكتور محسن، إذا توجه النواب إلى إقناع الحكومة على تخفيض قيمة الميزانية، كيف سيتم تعديل القيمة، تخفيض قيمتها كيف، على أي باب ستتوجه الحكومة؟ لا أعتقد أن هناك أي باب يمكن تخفيضها باستثناء باب المرتبات. كيف سيتم تخفيضها؟ باب المرتبات في الوثيقة المنشورة حول الميزانية هو جاء وفقا لجدول المرتبات أعد البرلمان، فكيف سيخفض البرلمان؟ لأن أصلا هو الدعم كان أعتقد أن التقديرات أن الدعم سيكون 28 مليار هذا العام، تم تخفيض ذلك. التنمية تحولت إلى الأساسيات، الكهرباء وزيادة إنتاج النفط وبعض الأشياء الأخرى الضرورية مثل قطاع الزراعة والتربة الحيوانية وما إلى ذلك. ثم التسييرية هناك جزء كبير منها ينفق على المستشفيات والمصحات والأدوية، وأيضا قطاع الحكومة يعتبر مبلغ منخفض مقارنة حتى بسنتين فاتن أو ثلاث سنوات فاتن. نأتي إلى البند الأول، المرتبات اللي هو كان 33 في نهاية 2020 وكان 28 خلال 2020 وأصبح الآن 41 لأن البرلمان أعد جدول المرتبات في هذه الحدود. فمن أين سيأتي التخفيض؟ لا يوجد أي وسيلة لتخفيض الباب الأول. هذا واضح. شكرا جزيلا لك الدكتور محسن دريجة المهتم بالشأن الاقتصادي، كنت معنا مباشرة من طرابلس على كل ما تفضلت به من معلومات. وشكر لحضرتك دكتور مسعود السلامي أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا أيضا من طرابلس. وشكر موصول للأستاذ خليفة الدغاري عضو اللجنة المالية بمجلس النواب كان معنا في بداية هذه الحلقة، ولكم أنتم على المتابعة. لايف انتهى، السلام عليكم ورحمة الله.